بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال او استوديو الابطال. النهارده هنقل لحضراتكم الاحداث اليوم الختامي في بطوله افريقيا للشباب تحت 21 سنه، بطوله افريقيا للكره الطائره 21 سنه. البطوله بتقام على ارض مصر في الصاله رقم 2 باستاد القاهره، او الصاله الفرعيه رقم 2 باستاد القاهره. مباراه اليوم ان شاء الله في تمام الساعه الرابعه، يعني حوالي ساعه من الان، مباراة تحديد المركزي الثالث والرابع ما بين الكونغو الديمقراطي وفريق الكاميرون، وهيكون إن شاء الله في الساعة السابعة مباراة النهائي ما بين مصر والمغرب الشقيق. المباراة الحقيقة يعني هتبقى على صدارة البطولة أو الأول والثاني، ولكن مصر ضمنت التأهل لكأس العالم. خليني أقول لكم أن البطولة دي مؤهلة لكأس العالم الذي سيقام نهاية هذا العام، والحقيقة حتى الآن لم يحدد مكانه وتاريخه، ولكن سيقام طبعا في نهاية هذا العام. مصر ضمنت التأهل بعد فوزها في المباراتين اللي فاتوا. النهاردة مباراة مهمة جدا مع المغرب الشقيق في الساعة 7، وطبعا زي ما قلت لحضراتكم قبليها الساعة 4 هتكون مباراة الثالث والرابع ما بين الكونغو الديمقراطي والكاميرون. قبل طبعا ما نتناول البطولة بكل جوانب التنظيمية وأيضا الفنية، بحب أرحب بضيوفي اللي مش منوريني في الاستوديو، الكابتن ممدوح إسماعيل، طبعا نجم الكرة الطائرة في النادي الأهلي ومنتخب مصر وأحد رموز الجيل الذهبي لمصر، وكمان عضو لجنة انتقاء المواهب بالنادي الأهلي. أهلا بك يا كابتن. أهلا بك كابتن عيسى، منورنا ربنا يخليك، منور قناة النادي الأهلي. ربنا يخليك، شكرا جدا. برحب طبعا بنجم النادي الأهلي ومنتخب مصر وصاحب التاريخ الكبير في الكرة الطائرة وجيل الشباب، طبعا هو لسه معتزل حديثا، الكابتن حسام شعراوي، وأيضا هو مدير فني فريق طبعا 20 سنه او فريق الشباب للكره الطائره في النادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن حسام. اهلا بيك يا كابتن عيسى، منورنا، ربنا يخليك. بتمنى التوفيق طبعا لمنتخب مصر ان شاء الله. طبعا ده امنياتنا طبعا، اللعيبه كلها بتاعتنا في النادي الاهلي هي العمود الاساسي في المنتخب، ان شاء الله ربنا يوفقهم النهارده ان شاء الله باذن الله. كابتن ممدوح، حاجه لحضرتك، يمكن محتاجين طبعا يعني نتكلم عن البطوله، ظروف اقامتها، تنظيمها، سبب طبعا استضافه مصر هذه البطوله، عدد الفرق المشتركه، يعني عايزين نعيش الساده المشاهدين الاول عن البطوله واجواءها وتنظيميا وكل شيء عنها قبل طبعا ما نروح للناحيه الفنيه. اتفضل كابتن. هو طبعا انجاز كبير للاتحاد المصري لكره الطائره بقياده الدكتور سامح حمدي ان هو يوافق على تنظيم البطوله دي في وسط احداث اللي موجوده عالميه بتاعت كورونا. ده سبق كبير جدا للاتحاد المصري ان هو بيرجع تاني يشترك في البطولات وينظم بطولات، وان شاء الله برضه هيستضيف بطوله الانديه الافريقيه للرجال من 31 مارس لحد 12 ابريل. ده برضه سبق بالنسبه للاتحاد المصري. الرجال وسيدات يا كابتن ولا الرجال بس؟ والله كان سؤال جميل جدا، انه فعلا خلاص خدت الموافقه بالنسبه للرجال. السيدات كان في لاعبات في الماتش الودي بين منتخب الناشئات اللي رايح نيجيريا يوم 1 مارس ليشترك في البطوله دي، كان بيلعب ماتش ودي مع النادي الاهلي الفريق الاول، واللاعبات سالوا المدير الفني اخبار حضرتك هل البطوله هتبقى فين بتاعه الانديه السيدات. كان رد رئيس الاتحاد الافريقي السيده بشرى حجيج ان البطوله ب 90% هتتعمل في مصر، لان كان المفروض الجزائر هتتلعب فيها، بس للاسف الجزائر هتعتذر وقالت لا اما في مصر لا اما هيكون عندنا في المغرب، انما البطوله هتقام وان شاء الله الاتحاد المصري يستضيفها زي ما بيستضيف للرجال، ويكون موفقين ونشترك باسم النادي الاهلي، ولان احنا حامل اللقب الموسم الماضي وخبر حياتك. فده انجاز للاتحاد المصري، وان شاء الله نرجع تاني ونستضيف ونرجع تاني ونهتم بالكره الطايره في وسط الجائحه اللي يعني ربنا ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يكون ويكون نهايتها في القريب العاجل يعني ان شاء الله. مصر قادره على استضافه يمكن الاحداث العالميه. يمكن كابتن برضو استضافه مصر لهذه البطوله في توقيت مهم، جائحه طبعا كل الفرق بتخاف تشارك او بتخاف تسافر، ولكن مصر يمكن دلوقتي في حدثين مهمين، كاس العالم للرمايه اللي بيقام على صاله او على ملاعب او على ميدان الرمايه في نادي الصيد في 6 اكتوبر، وايضا بطوله افريقيا 21 سنه للكره الطائره. بتهيالي ده مؤشر لكل العالم ان مصر قادره على استضافه الاحداث الكبيره كده. طبعا يعني المؤشر باين جدا حتى من بطوله العالم للهاندبول اللي كانت هنا في مصر لسه خلصانه قريب. عملنا رساله للعالم كله، لا احنا مصر احنا قادرين نسيطر على الوباء العالمي اللي موجود، احنا بنعرف ننظم بطولات مستواها عالي جدا، بطوله عالم رجال
انجاز تاريخ مصر ان هي نظمت البطوله في ظل الظروف ديت، وبعد كده البطولتين بطوله الرمايه وبطوله افريقيا للشباب. طبعا ده بنقول للدنيا كلها لا احنا عندنا القياده بتاعتنا بتعرف تتصرف وبتعرف تحافظ على اولادها، بتعرف تستضيف البطولات، والدول كلها طبعا بتخاف من الموضوع دوت، لا احنا بنعرف نسيطر على الوباء وبنعرف نتعامل مع 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 مع, مع الرياضه كلها بالاجراءات الاحترازيه المحترمه اللي بنعرف نحافظ بيها على اولادنا وجمهورنا، وبنقدر نسيطر على اي حاجه الحمد لله. وعلى فكره يا كابتن برضو يعني اكيد الاتحاد الدولي للكره الطائره متابع البطوله، وزي ما كانت مصر يعني هي زي ما بيقولوا قبله الحياه للرياضه او للرياضه العالميه او المشاركه العالميه في بطوله العالم لكره اليد، فالاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي متابعين طبعا كره الطائره، متابعين الحدث ده على ارض مصر، وهيكون بدايه جيده لاستعاده النشاط العالمي لكره الطائره مره اخرى. اه طبعا يعني هو الرساله بس مش مجرد ان احنا بنقول يا جماعه احنا بنقدر نحافظ على الوباء وبنقدر نسيطر عليه، لا احنا عندنا امن في البلد، عندنا استقرار، عندنا البنيه التحتيه الرياضيه، البنيه التحتيه بتاعتنا كويسه جدا، الفنادق بتاعتنا كويسه، عندنا صالات، عندنا كل حاجه نقدر ننظم بيها بطولات كبيره. مش شرط ان احنا نمسك ميكروفون ونقعد نتكلم في كل وسائل الاعلام، احنا عندنا رياضه، عندنا رياضه، لا انما الناس لما بتشوف بعينيها اللي بيحصل وتشوف الانجازات اللي حاصله في البلد بترجع بلدها بتعرف تتكلم تقول احنا لا مصر فيها نظام، مصر فيها امان، مصر فيها رياضه. فالحاجات دي طبعا كلها مهما نعمل دعايه ومهما نصرف على دعايه مش هتكون زي استضافه بطولات عالم. اكيد يا كابتن، اكيد. كابتن ممدوح يمكن اجي لحضرتك، يمكن احنا النهارده ده يوم الختامي، وطبعا بنذكر الساده المشاهدين ان احنا ان شاء الله هنسيع النهارده مباريتين على الهواء. المباراه الاولى هي على تحديد المركزي الثالث والرابع، هتكون ان شاء الله ما بين الكونغو الديمقراطيه وايضا الكاميرون، دي هتكون في تمام الساعه الرابعه يعني بعد حوالي ساعه من الان. والمباراه النهائيه هتكون ما بين مصر او منتخب مصر ومنتخب المغرب الشقيق، وده هيكون في تمام الساعه 7، والمباراتين ان شاء الله هيتنقلوا على الهواء مباشره. كابتن يمكن كلمنا عن نتائج البطوله اللي فاتت، يمكن الساده المشاهدين ما تابعوش اليومين السابقين للبطوله اللي كان فيها منافسات، ايضا عدد الفرق المشاركه، نظام البطوله، كلمنا اكتر على الناحيه التنظيميه والمباريات السابقه للبطوله. والله البطوله دي يمكن برضو قابلتها مصادفه غريبه ان عدد الفرق 4 فرق، يمكن مصر، كاميرون، كونغو، المغرب، فرق كتيرة كانت هتضيف للبطولات قوة، الجزائر، تونس، نيجيريا، من الفرق الثقيلة جدا في أفريقيا على مستوى الفرق الدرجة الأولى. هنا الاتحاد اضطر أنه يعمل نظام البطولة من دور واحد، ففي ماتشين اتلعبوا، احنا لعبنا الكونغو في الافتتاح وكسبنا الحمد لله 3-0، وفي ماتش الكاميرون كسبنا 3-1. هنا نتائج البطوله بتترتب النهارده، الترتيب من 1 لـ4 النهارده. يعني نتيجه ماتش الكاميرون وكونغو كده الكونغو ان شاء الله خسرانه ماتشين، فبالتالي فرصتها بقت اضعف من الفرق الثلاثه التانيين. الكاميرون فرصتها اكبر، لان لو كسبت النهارده الماتش 3-0 هتقعد تنتظر ماتش مصر والمغرب، لا ان شاء الله مصر تكسب يبقى الكاميرون تاخد الفضيه مش البرونزيه. تمام، يعني المباراه برضو هتحدد على يعني حتى المباراه مش بتاعتك بس، ده انت منتظر نتائج المباريات الاخرى. بالظبط كده، لا قدر الله مصر ما كسبتش يبقى الكاميرون هتنافس على لقب البطوله بفوزها النهارده. ولذلك لازم الاولاد يعرفوا النهارده اللاعبين المصريين ان لسه ماتش النهارده لازم نكسب عشان يبقى انت متصدر البطوله وتحصل على الميداليه الذهبيه، فلازم تكسب الثلاث ماتشات. طب كابتن يمكن كم فرقه تتاهل لكاس العالم؟ فرقتين من 4. الاول والثاني. تمام. طيب هل زي ما انا قلت صحيح كلامي انه ما تعرفش فين كاس العالم لا مكانا، لان الدكتور سامح حمدي كان قال لنا كده في كان ضيفنا من حلقتين وقال الحقيقه ان كاس العالم لم يحدد حتى الان مكانه ولا ميعاده، ولكن سيقام. هو طبعا الاتحاد الدولي مشكورا ما فيش حاجه اسمها بطوله بتتلغي، هو كل قصه ان هو بيرحل البطولات، وان شاء الله في الاجتماع الجاي هيحدد مكان كاس العالم وميعاده. احنا علينا ان احنا نكسب النهارده ان شاء الله وننتظر ميعاد البطوله فين عشان بناء عليه يتعمل جدول معسكرات للفرقه عشان هتشارك في كاس العالم، لان الجيل ده جيل مميز من ضمنهم 7 لاعبين مع الكابتن حسام، جيل رائع، في لعيبه ممتازه ان شاء الله هتطلع قريب تلعب في الدرجه الاولى،
يهمنا ان احنا نعد الجيل ده اعداد كويس سواء في النادي الاهلي او منتخب مصر. ان شاء الله يمكن من ضمن الحاجات الانجاز لقناه النادي الاهلي برضو احب اشكر القناه النهارده ان اول مره في تاريخ كره الطايره ان هم يذيعوا ماتشات لمنتخب مصر وكمان ايه للشباب، فدي حاجه تحسب للنادي الاهلي ولقناه النادي الاهلي، فان شاء الله في تقدم ونعمل طبعا. بس هو طبعا حضرتك احنا يعني في اطار طبعا دعم القناه لابطالنا طبعا، وما فيش ابطال اكتر من ابطال اللي تمثل مصر منتخب مصر، وهي يعني يعني اسم منتخب مصر ما قلنا بيبقى تقيل على اي تيشيرت، فطبعا قناه النادي الاهلي كانت لازم تكون هناك وكانت لازم تكون بتدعم الابطال، يعني خاصه ان الجيل ده يمكن يا كابتن حسام برضو اي جيل حضرتك الجيل ده حقق مركز رابع من سنتين رابع عالم، فطبعا الجيل ده بروميسنج جدا او واعد جدا انه على المستوى الكبير لو تم اعداده بشكل جيد ممكن يحقق لمصر ميداليه حتى في كاس العالم او الاولمبياد، ليه ما نحلمش؟ اه طبعا، يعني هو الموضوع بيبقى خطه موضوعه من الاتحاد ومدربين المنتخب بيلتزم بها طبعا النادي وكل اللعيبه اللي في كل الانديه، مش الاهلي بس، سواء اذا كان في الاهلي او في الزمالك او في اي نادي تاني. والخطه ديت طبعا كلنا بنشارك في اعدادها علشان نوصل ان احنا نحاول حتى نحقق مركز كويس في الاولمبياد، الاولمبياد طبعا قريبه في طوكيو. الحاجات ديت كلها بيبقى يعني العوامل كلها هي اللي هتساعدنا ان احنا نعمل بالجيل ده حاجه كويسه. طب يا كابتن يعني هو الجيل نفسه نفس اللاعبين ونفس القوام هو اللي فاز برابع عالم ولا حصل تغييرات؟ هو بالظبط، مفيش لعيبه اتغيرت، نفس اللعيبه اللي كسبت في بطوله العالم رابع هي نفس اللعيبه الموجوده معانا. بس الجهاز الفني بتاعي اتغير يعني. الجهاز الفني طبعا اتغير، كان موجود كابتن حسن الحصري دلوقتي كابتن هشام هو اللي ماسك المجموعه ديت، والحمد لله يعني مستواهم مبشر جدا في الماتشين اللي فاتوا وعاملين شغل كويس جدا. طب كابتن خلينا نتكلم عن يعني مباراه التالت والرابع، يمكن احنا كسبنا الفرقتين، يعني كسبنا الكونغو الديمقراطي وكسبنا الكاميرون، بس يمكن الكاميرون خدت منا شوط. هل حضرتك اتفرجت على المباراه؟ هل شفت مثلا يعني الكاميرون عندها طفره الفتره اللي فاتت دي في الفولي بول؟ هل يعني حتى على مستوى الانديه مش بس المنتخبات المباراه كان سيرها ازاي؟ كانت عامله ازاي المباراه؟ يعني كانت سهله جدا، كانت ممكن بسهوله تطلع 3-0. يمكن حصل بعض المشاكل في الشوط الثالث، مشاكل في الاستقبال شويه، الاستقبال اللي عندنا اتهز، كان في نقط قوه في مركز في فرقه الكاميرون هم ركزوا عليها جدا، احنا كان عندنا مشاكل فيها خصوصا من نص الملعب في الموجه الثالثه، الضرب من 6 كان اشتغلوا عليه كتير، احنا ما عرفناش نوقفه. يمكن انا ما اقول يعني احنا خسرنا الشوط الثالث، احنا يعني خسرنا الشوط الثالث، احنا كسبنا اول وثاني، كسبنا اول وثاني وخسرنا الثالث وكسبنا كسبنا الرابع. ومباراه طبعا الكونغو خلصت 3-0. مباراه الكونغو الحمد لله خلصت 3-0. فرقه الكونغو يعني نقدر نقول ان هي اقل مستوى في الفرق كلها، يمكن تكون بعيده شويه عن بقيه الفرق، انما فرقه الكاميرون فرقه كويسه جدا، فرقه محترمه، عندها صانع العاب بتاعها كويس مميز جدا، عندها لعيبه السناتر بلوك عندها كويسه، بتعرف تتصرف في الكوره، بتعرف تاخد بلوكات، بتعرف تضم، يمكن دي برده كانت من العوامل اللي خلت منتخب مصر يخسر شوط. يعني يا كابتن كنا دائما ابدا بنشوف في المستوى الافريقي بالذات في الكره الطائره كنا نشوف امكانيات بدنيه، جامب، قوه، تحمل يمكن، بس ما كناش بنلاقي الناحيه الفنيه، الاستقبال كان بيبقى ضعيف جدا، الارسالات كانت بتبقى ضعيفه جدا، يمكن الحاجات دي بتهيئ لي بدات تتطور في القاره الافريقيه. طبعا يعني الاتحاد الدولي ما سابش حاجه في الفولي غير لما عمل لها دراسات كبيره جدا، وكميه المحاضرات اللي كانت بتتعمل في افريقيا وبتتعمل حتى في دول اسيا كبيره جدا، فالمدربين غصب عنها بتتفرج وبتتعلم، بتشوف ايه اللي بيحصل، بتحاول تواكب العصر شويه في الفولي الحديث، الجيم بقى بيخلص بسهوله جدا بسرعه جدا، فكل نقطه كل غلطه بتحسب عليك، فالفروقات بدات تبقى قريبه جدا بين الفرق، فهنلاقي طبعا فرق كثيره بقت مستواها طالع، فرقه الكاميرون، فرقه نيجيريا لو كانت موجوده، في برضو جنوب افريقيا من الفرق الكويسه طبعا بالاضافه للجزائر وتونس، يعني افريقيا دلوقتي بقتش سهله زي الاول. صحيح، الدنيا بقت صعبه، اللي هيتعب وهيشتغل هيلاقي، انما صحيح. تستنى ان الفرق تخسر؟ لا، مش هنلاقي الفرق بتخسر. طب كابتن يمكن يعني عايز حضرتك سؤال قبل طبعا كابتن ممدوح قبل ما نطلع للفاصل بتاعنا الاولاني، طبعا كابتن بشرى حجيج اللي هي رئيس الاتحاد يمكن دي اول دوره ليها واول سنه ليها في الدوره طبعا خلفا للدكتور عمرو علواني العظيم طبعا اللي قاد الاتحاد الافريقي سنوات طويله، الاداء اخباره ايه؟ الدنيا عامله ايه؟ شايف الاتحاد الافريقي نشاطه ماشي ازاي؟ الاجندات بتاعته؟ وانا بس ارجع لنقطه كنت حضرتك لسه بتتكلم فيها وابتسمت ساعه ما حضرتك فتحت حته القوه وده السيده بشرى حجيج، كنت قاعد في المقصوره الماتش بتاع مصر والكاميرون
وكانت بتسأل على ليه في الأفريقيا عندهم عنصر القوة والتكوين الجسماني البدني والسرعة العالي جدا. فحضرتك جاوبت بمنتهى التلقائية ان هم فعلا عندهم القوة دي بس ينقصهم المهارات. وده حتة انت جاوبت يعني لا لا انا يعني سالت وجاوبت في نفس الوقت يعني تخاف منك كابتن هيثم. كابتن حضرتك اساتذتنا ولا واحد بيتعلم منكم يعني طبعا ربنا يخليك. لا انت لعيب كبير وكنت من الناس الموهوبه ونجم كبير في كره السله. فانا احنا بنحسد نفسنا ان احنا موجودين مع حضرتك. وانا عايز اعرف من حضرتك برضو بالتفصيل ونشوف التسخينات على الفاصل. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع وارجع لحضراتكم عشان نكمل كلامنا طبعا وتحليلنا لليوم الختامي لبطولة أفريقيا للشباب تحت 21 سنة للكرة الطائرة ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد ومكملين معاكم تغطيتنا الحصرية والمستمرة لنهائي أو لليوم الختامي لبطولة أفريقيا للشباب للكرة الطائرة تحت 21 سنة والتي تقام على أرض مصر من الصالة الفرعية رقم 2 باستاد القاهرة. وزودنا لحضراتكم البطولة مؤهلة لكأس العالم ومنتخبنا ضمن التأهل لكأس العالم ولكن يبقى الزعامة أو تبقى الزعامة الأفريقية معلقة بعد نهاية المباريات. يمكن مصر والمغرب هي المباراة الأهم طبعا على تحديد المركز الأول والثاني. برحب بضيوفي المرة الثانية وبرحب بكابتن ممدوح إسماعيل وبرحب بالكابتن طبعا حسام شعراوي. كابتن ممدوح يمكن كنا بنتكلم قبل الفاصل عن تطور المستوى الأفريقي. الدول كثيرة دخلت طبعا في اللعبة أو في الحزبة زي ما كابتن حسام قال. الحزبة طبعا في أن أنت تأهلك سواء للبطولات العالمية أو لبوابتك للعالمية هي أفريقيا. ولكن يبقى شيء صغير لدول أفريقيا. ايه هو شيء ناقص لسه لغايه دلوقتي ما ادروش نفسه بشكل كبير في الكره الطائره؟ هو بالنسبه لفرقه الكاميرون اللي هي مرشحه هتلعب بعد شويه ماشيين بسياسه ان بيشتغلوا من الناشئين ويبدا اول ما اللعيب يستوي يبدا يروح دول فرنسا في الدرجه الثانيه يبدا ياخد خبرات كبيره ويرجع المنتخب الكاميروني على الدرجه الاولى يبدا يجمعهم ثاني ويشترك في البطولات. بس هو فعلا اللي ينقص الفرقه دي هي فعلا المهاره الاساسيه اللي هو اول كره اللي هو الاستقبال. لو توفر عندهم اول كره هيبقوا من الفرق الخطيره جدا على الفرق شمال افريقيا اللي هو مصر وتونس والجزائر. طب ليه ما بيهتموش طالما هم عارفين الخلل فين او المشكله فين؟ ليه ما بنشوفش الاهتمام بالموضوع ده او الاتحاد يعني الدولي؟ يعني بترجع بقى للكوادر التدريبيه وخبر حضرتك ترجع للاتحادات الافريقيه ترجع للامكانيات وخبر حضرتك بتاعت كل اتحاد وتوفير معسكرات عشان يحتكوا مع الدول الاوروبيه. كلها عناصر رئيسيه لانك تعلى بمستوى وتحقق مستوى عالمي. فيمكن مصر والاتحاد المصري بدأوا بتنظيمهم البطولة الأفريقية للشباب إن هو يحافظ على جيل ويعمل جيل تاني للمنتخب الأول وده كان ينقصنا في الفترات السنوات الأخيرة ودي حاجة كويسة وإن شاء الله يعني نعمل خير ونستمر ونوفر لهم احتكاك مع دول أوروبا ما تفتح إن شاء الله يخلص موضوع الجائحة. مهم جدا التخطيط من الناشئين للكبار للسيدات. مصر فيها مليانة عناصر من اللاعبين واللاعبات يهمنا ان احنا نشتغل ونخطط عشان نطور ونعلى بمستوانا عشان نوصل زي ما قلت قبل كده للنواحي العالميه. آمين. طب كابتن حسام يمكن في افريقيا على المستوى السيدات مختلف الامر تماما بالنسبه للفولي بول. افريقيا بتتسيد بشكل كبير. كينيا عندنا يمكن نيجيريا برضه دلوقتي دخلت في بشكل كبير. يمكن السيدات الناحيه البدنيه حتى لو الناحيه الفنيه قليله ولكن بتطغى على الناحيه الفنيه. طبعا يعني هو السيدات في كينيا او نيجيريا هم اللي متسيدين القاره. يمكن شويه علشان الناحيه البدنيه بتاعتهم اعلى كتير من النواحي البدنيه عندنا هنا في مصر. اطول كتير اقوى كتير جدا الارتقاءات كمان. طبعا في الارتقاءات. غير كده هم كمان برضو زي ما قال كابتن ممدوح حتى في السيدات هم بيطلعوا يلعبوا بره في اوروبا. احنا يمكن يكون كل اللعيبه بتاعتنا في السيدات بيلعبوا في أهلي ويلعبوا في زمالك مفيش احتكاك دولي كبير. هو يدوبك الاحتكاك بس في بطولة أفريقيا. هما بمجرد ان هما بيكسبوا بطولة أفريقيا فبيطلعوا يعملوا معسكرات بره شوية بره أوروبا في أوروبا فبيبدأوا يشوفوا فولي تاني مستوى تاني مستوى أعلى. فكل الحاجات دي بتزود لهم خبرات زي ما احنا بيحصل عندنا في الرجال بيحصل عندهم كده في السيدات. صحيح. احنا في الرجال مسيطرين عشان احنا بنوصل دايما بطولات عالم فبنعمل احتكاكات مع فرق أوروبا. هما في السيدات بيوصلوا بطولات عالم كتير فهم بيعملوا اوريدي الحاجات اللي احنا بنعملها مع الرجل.
طيب. فاضل بيبقى الفرق. طب كابتن، يمكن برضو على مستوى المحترفين الاجانب دائما ابدا هنا في مصر، انا ليه بقول كده؟ بان احنا بنتكلم على القاره الافريقيه وضعها كالكره الطائره عشان الساده المشاهدين حتى يعرفوا. يمكن احنا محترفين اكتر بيبقوا من اوروبا، امريكا اللاتينيه، نفس الكلام بالنسبه للرجال والسيدات، ولكن نادرا. يمكن كان من سنتين ثلاثه كان نادي رائع الجيش جاب لاعب افريقي، ولكن كان يعني نادرا لما بنستعين باللعيبه الافارقه، بالرغم ان كابتن ممدوح بيقول لنا ان اغلب اللعيبه بتروح افريقيا، من افريقيا بتروح اوروبا خاصه فرنسا في سن صغير. ليه ما بنستعينش باللعيبه الافارقه في الدوري المصري؟ هو اللعيب اللي كان موجود في نادي الجيش من سنتين هو برده حاليا لسه موجود برده في مصر، بيلعب في نادي بتروجيت، نكمل برده في مصر. اللعيبه ديت لو حسبنا عدد اللعيبه اللي هي تصلح ان هي تلعب في الدوري المصري من افريقيا ما يتعدوش 5-6 بالكثير. فاحنا دايما الفرق بتدور على اللعيب اللي جاي من اوروبا، اللي شاف اللي لعب في مستوى عالي، اللي لعب في دوريات كبيره، لعب في بلغاريا، لعب في روسيا، ممكن يكون لعب شويه في بولندا او فرنسا. فالحاجات ديت كلها بتبقى جايه اضافه للفرق. انت مش هتجيب لعيب من افريقيا تبدا زي مستواك او اقل منك. صحيح، انت مش هتجيب لعيب تقعد تعلم، ولا صحيح. انت جايب لعيب كويس بتدفع له فلوس بعمله صعبه طبعا، فانت محتاج لعيب يجي يشيل الفرقه بتاعتك. يعني اغلب الفرق بتفكر بالطريقه دي. صحيح. ممدوح، يمكن احنا النهارده عايزين ندي للساده المشاهدين وجبه دسمه من الكره الطائره، فولي بول، نعرفهم طبعا عشان يستمتعوا بالمباراه. طبعا في مش كل الساده المشاهدين متابعين للكره الطائره، ولكن محتاجين نتكلم عن عدد اللاعبين في الملعب، عدد اللاعبين في القائمه في المباراه، المراكز عددهم قد ايه، ليبرو بيعمل ايه، حوائط الصد بتعمل ايه. يعني ادينا كان حضرتك بتقول محاضره للساده المشاهدين عن الفولي بول عشان نطبقها عمليا في المباراه اللي هنذاعها النهارده ان شاء الله. يمكن الكره الطائره لعبه شيقه جدا، يمكن اخترعها ويليام مورجان الامريكاني من عصر الماضي وخبر حياتك، واتطورت على مدى الاتحاد الدولي في حساب النقط وازاي الكره تفضل رايحه جايه. والاتحاد الدولي دخل موضوع الليبرو دوت علشان الكره تفضل رايحه جايه، لان في لعيبه طويله مسكن كابتن حسام بيلعب على الشبكه بس اللي هم سنتر بلوك، ده من ضمن التطوير. اما بيرجع للمنطقه الخلفيه بينزل مكانه لاعب قصير مهاراته كويسه، استقباله كويس، ديفنسه كويس، عشان الكره تفضل رايحه جايه. يمكن هنا في الكره الطائره عدد في الملعب هم 6 لاعبين، بإضافة للاعب السابع اللي هو الليبرو بيلبس فانيلا مختلفة عشان يزود الدفاع والاستقبال. يعني الليبرو عشان برضو سادة المشاهدين بيبقى لابس تيشيرت مختلف بالظبط كده، بيبقى موجود في آخر الملعب على يعني في المنطقة الخلفية عشان يبقى الاستقبال هو شغلته، ما بيضربش. لا 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 خالص، ما بيطلعش المنطقة الأمامية. هو استقبال فقط عشان يعلي الكرة تفضل رايحة جاية ويبقى في تشويق للعبة، ومن هي من أمتع الألعاب بالنسبة للألعاب الجماعية. الكرة الطائرة تفضل رايحة جاية بالذات في مجال المستويات العالية. صحيح. سواء في السيدات أو في الرجال، يمكن السيدات أكتر لأن الكرة ما تبقى زي الرجال. برضو من ضمن الألعاب اللي فيها تشوق الباسكت طبعا حضرتك فبتفرق كتير جدا. نرجع تاني للكرة الطائرة، عندنا 2 لعيبة في الملعب مركز 4 اللي هم على شمال الملعب الشبكه وعلى يمين الشبكه، دول مركز 4 يا كابتن. دول مركز 4 تمام، بيبقى واحد ورا وفي واحد تاني في نص الملعب في مركز 6 عشان يضرب. اللي هو العالم كله تاثر بالطرق الهجوم الجديده، وده انا باخد على البلي ميكر او المدربين ان هم خلاص استسلموا للطريقه العالميه، ان هو عنده لاعب 6 بيشوط من نص الملعب، فبالتالي اتلغت الفنتات على مستوى العالم، ما بقاش فيه ابتكار، ما بقاش فيه اختراع. يعني احنا لما كنا بنلعب كان لازم على الشبكه دي البلوكات بتطلع وبتنزل ولاعيب بيخش بيموه ولاعيب تاني بيخش من ورا من نص الملعب. تو ما دخلت الكره بتاعت 6 هنا طرق الهجوم اختلفت وبقى البلاي ميكر حافظ، بقى ما فيش تغيير، ما فيش ابتكار. انا عايز ارجع اقول تاني للمدربين، انت ما بتشغلش 6 وما عندكش كفاءات اللعيبه اللي هي بتشوط من 6، طب ليه ما بتعملش فنتات على الشبكه؟ لا، ما احنا عايزين نوضح للساده المشاهدين، لاعب 6 ده بيبقى في نص الملعب، في نص الملعب في المنطقه الخلفيه ده بيبقى طويل، بيكون ضريب، وبيبقى ايده عاليه جدا عن هو المدفعين. بيبقى جنبه عالي زي اللاعب عندنا احمد سعيد ما شاء الله. هو من اعلى الجنبات اللي موجوده في مصر وفي افريقيا. يمكن من يومين كلمته، يا احمد اخبارك ايه، الدنيا ايه، احنا خسرنا من ماتش من بتروجيت ليه؟ فالولد طبعا زعل، ودي كانت اول مره في تاريخ النادي الاهلي انه يخسر من فرقه زي بتروجيت. طبعا كل الاحترام لفريق بتروجيت طبعا كابتن، طبعا فريق كبير. السنه دي مع كابتن هاني مسلحي عاملين موسم كويس، وشايف ان هم مع الماتشات هيخشوا في الترتيب.
وبيحلموا ان هم جايبين اتنين محترفين وافتحوا لهم مجلس اداره مشكورا فتح لهم الموازنه عشان دعمهم بقوه. كابتن دي لقطات حيه من ارض الملعب يا كابتن من بكاميرا النادي الاهلي. طبعا الاحماء ما بين الفريقين. وطيب بفكركم هنذيع مباراه الثالث والرابع كونغو الديمقراطي وفريق الكاميرون، وده لقطات حيه من ارض الملعب لعمليه التسخين. وزي ما حضراتكم شايفين دي صاله 2 في ابهى صورها. طبعا الحقيقه استاد القاهره بيظهر بشكل مشرف كبير، او شكل مشرف بشكل كبير طبعا، لانه كان عليه استضافه كاس العالم. ودي صاله من الصالات اللي كان بتبقى صالات تدريب لفرق كاس العالم لكره اليد. وزي ما حضراتكم شايفين المدرجات الحقيقه صوره جيده وصوره جميله. وارضيه الملعب طبعا تم تجديدها بالكامل استعدادا طبعا لكاس العالم. زي ما قلنا انه كاس العالم لكره اليد اللي فات حقيقه عمل بنيه تحتيه قويه رياضيه قويه جدا تقدر تساعدك في كل الالعاب. زي ما احنا شايفين الدائره ملهاش علاقه بكره اليد، لعبه ثانيه، ولكن استفادت اهي من البنيه التحتيه. العاصمه الاداريه، ولسه كمان وما ادراك اللي بيحصل في العاصمه الاداريه من تطوير المنشات الرياضيه بشكل هيبهر العالم. زي ما احنا شايفين كل الالعاب، يعني انا واحد من الناس نفسي اتفتحت، عايز ارجع العب ثاني الحقيقه، بس طبعا ليت الشباب يعود يوما. يعني البنيه التحتيه دي كنا بنفتقدها الحقيقه واحنا بنلعب، ان احنا ما عندناش الكم ده من الصالات. زي ما حضراتكم شايفين مباراه مهمه النهارده، المباراه دي هتخلص ولكن هيستنى الفريقين نتيجه مباراه مصر والمغرب عشان بشكل كبير هتحدد ترتيب الفرق. والامل ما زال قائم للكاميرون انها تشارك في كاس العالم. اسف يا كابتن، بس طبعا لازم نعيش الساده المشاهدين في الاجواء. نرجع لعبتنا مركز 6 وطبعا الضرب من الخلف. اتفضل كابتن. وطبعا زي ما قلنا طرق الهجوم البلاي ميكر عليه عامل كبير جدا، وان يكون المدير الفني محضر واخبار حياتك ان ازاي لو النهارده لاعب سته مش ماشي او موفق ازاي يبقى انا اعمل فنتات من على الشبكه واغير سيستم اللعب وسرعه اللعب. فهنا اتمنى من المدربين مراجعه طرق الهجوم تاني عشان يحصل تشويق وتنويع، لان انت لما طول ما انت مفيش ضرب من سته بقى الحمل على اللعيبه الاماميين بتوع الشبكه، وبقت سهل جدا لحائط الصد ان هو هيقرا الكوره وبالتالي ياخد نقطه مهمه جدا. صحيح. وده النادي الاهلي بيعملها، يمكن عبد الله عبد السلام وحسام يوسف. طبعا نجوم فوق العاده، كون ان عبد الله لحد وقتنا هذا احسن لاعب واحسن بلاي ميكر في افريقيا ومن احسن بلاي ميكر اللي جابته مصر، مع النجم الكبير كابتن احمد صلاح، ومعاهم النجم اللي طالع بسرعة الصاروخ احمد سعيد، يمكن لا يقل عن في النجوميه عنهم. والمستقبل ليه ان شاء الله مع اللعيبه الصغيرين اللي عاملها كابتن محمد مسرح السنه دي، ان هو طلع اغلبيه الناشئين اللي طالعين من تحت 21 سنه اعاره عشان ياخدوا خبرات في الانديه، وده من ضمنهم ثلاث لاعبين راحوا نادي بتروجيت اللي هم ادوا قوه بقى النادي الاهلي بيلعب النادي الاهلي، ومع مدير فني للنادي الاهلي اخو كابتن محمد المسرحي. فكان ماتش الناس محترف، الجماهير كانت بتسال بعديها، ودي حاجه كويسه برضو ان يحصل كده في مصر. ده لمصلحه اللعبه يا كابتن، لان ده في الاخر بيصب في مصلحه المنتخب. يمكن كابتن حسام احنا اتكلمنا كده سريعا عن المراكز، مركز 4 مركز 6 صانع الالعاب الليبرو السنتر بلوك، او حضرتك كنت لاعب كبير جدا في المركز ده، شايف تاثيره ايه في الملعب او دوره ايه في الملعب؟ يعني انا شايف ان السنتر بلوك طبعا كابتن ممدوح يعني كان سنتر بلوك برضو يعني استاذنا كلنا، دوره كبير جدا في الهجوم، ودوره كبير جدا في صد الهجوم بتاع الفرق المضاده. الاول هو مركزه بيبقى واقف فين عشان يسلم؟ السنتر بلوك بيقف في نص الملعب، تمام، هو اللي بيبدا يتحرك على الشبكه طبعا، هو اللي غالبا هو اللعيب اللي بيطلع وبينزل مكانه الليبرو بعد السيرف بتاعه ما بينتهي اذا كان بقى ضاع او اتكسر. السنتر بلوك هو اللي بيبقى مسؤول عن الضرب السريع في الفرقه، بيبقى هو مسؤول، يعني دي اللي بتبقى الموجه الاولى في الهجوم. غير كده هو بيتحرك طبعا بعرض الشبكه، يعني الموجه الاولى هي حائط الصد. حائط الصد، لانه حائط الصد الموجه الاولى الضرب السريع. الضرب السريع انا اسف، الضرب السريع ده بالنسبه للهجوم. بالنسبه للهجوم تمام، وهو بيبقى الدفاع او اول خط دفاع هو حائط الصد، اول خط دفاع لان هو حائط صد بيتحرك على الشبكه بعرض الشبكه مع الكور اللي بتتحرك اللي بتتحرك. والبلوك بيطلع بمركز 4 بيجي يضم عليه السنتر بلوك، او مركز 2 او مركز 2 يعني بالظبط كده بيضم عليه عشان هو يطلع هو بيروح لمركز 4 او بيروح لمركز 2 او هما الاثنين بيضموا عليه لو كان في ضرب من نص الملعب من 6. طيب وحائط الصد يا كابتن بيكون يا اما فردي يا اما ثنائي يا اما ثلاثي. بالظبط كده. طب قول لي الحالات يعني هو مثلا لو في ضرب سريع في موجه اولى مثلا، هو بيطلع سنجل بلوك فبيطلع بيبقى حائط صد فردي،
او ممكن يكون هو ما لحقش برضه يضم على مركز 2 او مركز 4، فبرضه يبقى فيها حائط صد فردي من مركز 2 او مركز 3. انما هو لما بيلحق يضم على مركز 2 او مركز 4 بيبقى حائط صد ثنائي، ولو الكرة عاليه وباينه ان هي هاي باس وكره اوت اوف سيستم، فالاثنين اللعيبه التانيين السنتر بلوك مثلا واللعيبه 4 بيضموا على لعيب رقم على لعيب مركز 2 ويطلعوا حائط بلوك ثلاثي. فطبعا الشبكه بتبقى مقفوله خالص بالظبط كده، فدايما يا اما تتاخد بلوك يا اما الكره هتيجي للفرقه الثانيه كره سهله ويبدا يشتغل بيها هجوم مضاد. طب خلينا كابتن نتكلم اكتر، يمكن خلاص عرفنا المراكز، مركز 2 مركز 1 بيكون هو صانع الالعاب بيتهيالي، وبيبقى مركز 2 و4 و2 يعني في مركز صانع العاب، مركز 1 2 2 4 ومركز 6 طبعا بالاضافه لليبرو. اه بالظبط. طيب احنا هنتكلم عن الهجوم، يمكن الارسالات بيبقى فيه نوعين من الارسال، الساده المشاهدين برضو هيبقوا هيشوفوهم، حضرتك ممكن تشرحهم لنا يا كابتن؟ في طبعا انا يعني انا بصنف ان السيرف اداه هجوم للفرقه، مش مجرد ان انا بعدي ارسال. صحيح. الفرقه اللي عندها ارسال قوي مميز او ارسال موجه بتقدر بعد كده ان هي بتعمل دفاع كويس. لا ارسال موجه ازاي يعني حضرتك برضو وضح؟ احنا عندنا نوعين من الارسال، عندنا ارسال موجه فلوتر وعندنا ارسال سبايك. ارسال موجه فلوتر ممكن لعيب يلعبه من على الارض او ممكن بجامب بسيط كده بيعدي الكره فوق الشبكه، الكره بتبقى راحه واقفه صعبه تبقى على الاستقبال. طب خلينا كابتن ارجع لحضرتك، بس احنا الحقيقه لازم نروح لارض الملعب، معانا الزميل فاروق صلاح مراسلنا من ارض الملعب ولقاءات مهمه وحتى ينقل لنا الاجواء. اتفضل فاروق. وكل تحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، من هنا أحد الصروح الرياضية المصرية العملاقة مجمع صالات استاد القاهرة الدولي، واحد من يعني من الصروح الرياضية اللي بنتكلم ودايما بنشيد بيها، بنتكلم على تنظيم مصر لبطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 21 سنة والمؤهلة لكأس العالم، يعني قبل لحظات من انطلاق المباراة الأولى اللي هتجمع ما بين الكاميرون والكونغو، ثم عقب المباراة تكون مباراة مصر والمغرب. زي ما يعني شايفين يا كابتن هيثم وبنتكلم على التنظيم واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، لازالت مصر بتعيش في أصداء رياضية، ويعني التنظيمات اللي تمت في مصر في الفترة الأخيرة يعني عايز اقول لك ان هنا المشهد ولا اجمل ولا افضل من يعني من المشهد اللي احنا شايفينه النهارده. التنظيم اللي يعني حاله التفوق الرياضي اللي موجوده عند مصر في الفتره الاخيره بعد كاس الامم الافريقيه وكاس العالم لكره اليد واخيرا هذه البطوله، طبعا استعدادات منتخب مصر اللي بيضم بين صفوفه ست لاعبين من النادي الاهلي، هم عبد الرحمن الحسيني ومروان الصافي وانس شوقي وابراهيم رسلان واياد ايهاب وعمر شريف. طبعا يا كابتن هيثم منتخب مصر كان حقق العلامه الكامله بالفوز في المباراه الاولى على الكونغو بثلاثه اشواط مقابل لا شيء، ثم المباراه الثانيه الفوز على الكاميرون وهو واحد من الفرق القويه جدا فريق الكاميرون بنتيجه 3-1. النهارده المباراه الاولى بقى اللي هتجمع ما بين منتخب الكاميرون اللي لسه عنده حلم انه ينافس على وياخد التذكره الثانيه اللي هتكون تذكره المرور والعبور الى كاس العالم المقرر اقامتها في الفتره المقبله. طبعا المباراه الثانيه هتجمع ما بين مصر والمغرب. طبعا الكابتن هاني عبد الحميد المدير الفني لمنتخب مصر كان حريص ان هو يتكلم مع اللاعبين ويرفع الدوافع عند اللاعبين بضروره الفوز في اللقاء الاخير امام المغرب، لقاء اللي ان شاء الله يتقدم الحضور فيه معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وايضا رئيس الاتحاد المصري دكتور سامح حمدي، وايضا رئيسة الاتحاد الافريقي المغربيه بشرى حجيج. دي كانت كل الكواليس كل الاخبار من هنا يا كابتن هيثم من داخل مجمع صالات لاستاد القاهره الدولي. انا موجود معاك لو في اي استفسار او اي تساؤل. يعني يمكن فاروق احب يعني استوضح معاك، هل مهمة حاضرة من الاتحاد الافريقي طبعا غير الرئيس وتواجدهم في المقصورة متابعة البطولة، يعني كلمنا هل يعني الموضوع فيه اكيد طبعا في شخصيات مهمة بتبقى قاعدة في المقصورة، يعني كلمنا اكتر عن ضيوف مصر في هذه البطولة. يعني خليني اقول لك الحقيقه يعني حتى هذه الاثناء الحضور بالكامل يعني ما ظهرش في المقصوره، يعني اعتقد ان الجميع يعني الحضور بالكامل هيكون موجود في المباراه الختاميه، المباراه اللي بتجمع ما بين مصر والمغرب، لكن حتى الان باستثناء بشرى حجيج رئيسة الاتحاد الافريقي والدكتور سامح حمدي رئيس الاتحاد المصري، لكن حتى الان يعني لم يكتمل الحضور زي ما قلت لك كابتن هيثم، هيكتمل الحضور ان شاء الله مع المباراه الختاميه والمباراه النهائيه اللي هتجمع ما بين مصر والمغرب. لكن برضو زي
ما بنتكلم يا كابتن هيثم، احنا اكيد كان نفسنا انه يكون موجود جمهور المصري في هذه البطوله، لكن يعني تعرف ظروف جائحه الكورونا اللي اعاقت الكثير من الامور، لكن برضو التنظيم والامور الخاصه بيه شهاده النهارده. يعني الواحد بنتكلم مع جميع المسؤولين الموجودين، الجميع بيشيد بمصر وبيشيد بحاله التنظيم والاستقبال، كلها امور يعني لا تضاف جديد لمصر والرياده والسياده المصريه في كافه المجالات. الزميل فاروق صلاح بشكرك شكرا جزيلا من ارض الملعب صاله رقم 2 او الصاله الفرعيه باستاد القاهره، بشكرك شكرا جزيلا. الحقيقه نقل لنا الاجواء زي ما حضراتكم شايفين، المنظر مشرف جدا، والحقيقه نتمنى ان شاء الله المباراه النهارده تبقى جيده في سواء في المركز الثالث او الرابع، وايضا نتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر. يمكن كابتن حسام كنا بنتكلم قبل الفاصل عن طبعا الادوار الفنيه والبلوكات وحائط الصد هو اول يعني موجات الدفاعيه للفريق، بعد كده بيبقى الاستقبال، بيجي هنا الاستقبال. يعني احنا انا زي ما قلت كده ان الارسال، انا بقول ان السيرف اداه هجوم جدا للفرق، الفرق اللي عندها ارسال كويس هيبدا يبقى عندها بلوك كويس، هيبدا يبقى عندها ديفنس كويس، فتقدر بعد كده تشتغل على الجزء الثاني من اللعب. الفرق اللي قلنا ان عندنا نوعين من الارسال، ارسال فلوتر، ارسال موجه للاعب، يا اما بيلعبه وهو واقف يا اما بجامب خفيف بيبدا يعدي الكوره من فوق الشبكه، بيوجهه عند مركز معين، بيوجهه عند مركز معين او مكان اللاعب معين، اللاعب استقباله ضعيف في الفرقه الاخرى بالظبط كده، او اللاعب المهاجم الاساسي في الامامي في مركز أربعة ممكن نوقفه احنا بنلعب عليه يستقبل عشان يستقبل، علشان يبدا الاستقبال يبقى يبوظ او يف او بعد كده يضرب الكوره في البلوك. خلينا نعرف من حضرتك بقى النقطه الثاني، النقطه الثاني الارسال، الارسال بيبقى ارسال سبايك، اللعيب بيرفع الكره طبعا عالي، بيجمع خطوات الاقتراب بتاعته وبيطلع يشوط الكره باعلى من اعلى نقطه باقوى حاجه، بيبقى سيرف قوي، بيبقى سيرف قوي جدا، ده بيعتمد على القوه مش بيعتمد على ان هو يبدا يحط الكره في اماكن صعبه. يمكن عندنا طبعا من احسن الاثنين مرسلين في العالم كابتن احمد صلاح وكابتن عبد الله عبد السلام، الاثنين طبعا مصنفين في الموضوع دوت. بس خليني اتكلم حضرتك عن السيرف السبايك اكتر، لان الحقيقه ده بيبقى صعب وبيبقى خطر لانه ريسك انه ممكن يجي في الشبكه. ولكن خليني نطلع لفاصل سريع اعزائي المشاهدين، هنطلع لفاصل اعلاني سريع وارجع لحضراتكم عشان نكمل تغطياتنا المستمره والحصريه لبطوله افريقيا للشباب تحت 21 سنه، ولكن بعد الفاصل. كبير هيحدد هذا اللقاء ترتيب الثالث والرابع، بس قبل طبعا ما نروح للمباراه لازم نستعرض الاول اسامي منتخب الكونغو الديمقراطي. اتفضل يا كابتن ممدوح. منتخب الكونغو اليوم رقم 1 مافولا، رقم 3 موكابا، رقم 4 كوامي، رقم 5 نوتومبو، رقم 7 اوموندو، رقم 8 ليمبا، رقم 10 كاندي، رقم 11 بالك، رقم 12 كاتومبي، رقم 13 موبينجي، رقم 14 ديجابيميل. هم كابتن كده تقريبا 11 لاعب ولا 12؟ 12 لاعب. 12 لاعب. 12 لاعب، يعني القائمه عندهم 12 لاعب. طب كابتن حسام اجي لحضرتك، يمكن قائمه منتخب الكاميرون ايضا، حضرتك اتفضل يا كابتن. قائمه الكاميرون النهارده رقم 1 ادم ابراهيم، ده بيبقى غالبا صانع العاب يا كابتن، مش كده رقم 1 اتفضل. رقم 2 محمد نساجو، رقم 3 سيبستيان، رقم 4 تاسوكيم، رقم 6 براندوان، رقم 8 عيسى، رقم 9 ستيفن، رقم 10 سلاو، 11 دريك، 13 ستيفن، 14 ستيفان. طب يا كابتن يعني يمكن احنا ما عندناش معلومات اكتر عنهم، بس خلينا نتكلم انه حضرتك اكيد تابعت ماتش الكاميرون، ايه اللي بيميزهم سريعا فنيا طبعا وهنشوفه في ارض الملعب في المباراه القادمه؟ فرقه الكاميرون بتمتاز بحائط الصد في نص الملعب قوي جدا، حائط صد كويس، عندهم لعيبه مركز 4 عندها ضرب من نص الملعب، مركز 6 زي ما كابتن ملوح كان بيقول لنا وبيشرح لنا، الضرب ده قوي جدا، يمكن هو السبب من اسباب ان مصر خسرت الشوط الثالث. بالظبط، البصير بيعرف يشغل الملعب كويس جدا، بيبص على البلوك قبل ما بيرفع، بيشوف نقط الضعف فين في الفرقه المنافس وبيبدا يودي الكره عندها. طب حائط الصد في الاطراف، اطراف الشبكه عندهم ايه الدنيا؟ هل حضرتك قلت حائط الصد في نصف الملعب كده؟ البصير عندهم البلوك بتاعه ضعيف بحكم ان هو قصير،
اللاعب الاوبزيت طويل جدا، بيطلع بلوك كويس، بيعرف يقفل في مركز أربعة. يمكن في الشوط اللي احنا خسرناه كان الاوبزيت ولاعب مركز ثلاثة بيضموا مع بعض، خدوا مننا بلوكات كتيره من عبد الرحمن الحسيني ومن اياد لما نزل. يمكن دي برضو كانت من الحاجات اللي كانت مميزه عندهم طبعا، وكان لازم نتعامل معاها بطريقه احسن من كده. طب كابتن، يعني يمكن الكونغو الديمقراطيه بلد ناشئه شويه في الفولي بول، ما عندهاش خبرات كبيره، شايف هل في مميزات تقدر بيها تقف قدام يعني الطوفان الكاميروني؟ والله انا شايف كون ان هي جت تشترك في البطوله ده انجاز. روحهم العاليه جدا، بيلعبوا بروح قتاليه جميله جدا، ومبسوطين ان هم بيزوروا مصر، ومبسوطين ان هم في الاجواء بيشاركوا في حدث زي كده. فتحيه ليهم، وان شاء الله مع المستقبل مستواهم يتطور مع الاشتراك في البطولات. انما نرجع تاني لفرقه الكاميرون، هي النهارده اعتقد ان الماتش هيكون فرصتها اعلى النهارده في الماتش 3-0، لان الماتش ده بينافس بالنسبه لهم هو لسه لحد دلوقتي بيلعبوا على البطوله او الميداليه الفضيه، فده بالنسبه لهم هيبقى حافز عشان يخلصوا الماتش 3-0 ويكون اسرع ماتش. في يعني حضرتك جاوبتني على السؤال اللي كان بعد كده، ان توقعات حضرتك الكاميرون تكسب ان شاء الله. طب كابتن حسام، توقعات حضرتك 3 برضه 0؟ الكاميرون هتكسب 3-0 ان شاء الله. طب اعزائي المشاهدين، يعني كده كباتن خلاص الوقت اذن، فاستاذن حضراتكم. اعزائي المشاهدين، طبعا هنطير لاستاد رقم 2 باستاد القاهره عشان ننقل لحضراتكم احداث مباراه الكره الطائره للشباب تحت 21 سنه في فعاليات بطوله افريقيا في اليوم الختامي هذه المباراه لتحديد المركز الثالث والرابع ما بين الكونغو الديمقراطي وطبعا منتخب الكاميرون. فإلى معلقنا الكابتن عزب السيد، وإلى الصالة رقم 2 في استاد القاهرة، إلى هناك.